بسيط جدا وحلو ظريف زيك. نعم جميل. نعم طيب، هل الإمام علي نعم بايع أبا بكر أم لم يبايعه؟ لم يبايعه. وإذا أتيتك الآن عندي بنصوص من كتب الشيعة أنه بايعه، لم يبايعه، بايع مكره. 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 جميل. هل هذا الرجل بهذه الرجولة والبطولة؟ نعم. إذن بايع. مكره. جميل، بايع. مكره. نعم. موافق. 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 ملببا. جميل. بايع. لما بايع مكره، شوف أجبني الآن يتشيع الناس. نعم. هل بايع هذه البيعة بناء على عصمته ووحي من الله أم اجتهاد منه؟ تفضل. تفضل. أمير المؤمنين عليه السلام طبعا بايعه مكرها، وكما قلنا سلمت. هل بايع بناء على وحي من الله وعصمة؟ لأنه الإمام علي معصوم، أليس كذلك؟ أيوة، على مذهبكم. هل بايع عصمة ووحيا من الله أم اجتهادا ورأيا؟ فضل. فضل. طبعا الإمام علي عليه السلام معصوم. سلمنا بس. نعم. أنت أخبرني، بايع عصمة أم رأيا؟ بايع انطلاقا من هذه العصمة أم أنه رأى أن يبايع، اجتهد في ذلك؟ تفضل. لم يجتهد طبعا. يعني بايع عصمة. عصمة. نعم. طبعا ليه مشكلة دي؟